هتكون بدايتنا من كلمة مهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة للشعب المصري مع بداية العادة التنازلي للانتخابات في الداخل وانطلاقها فعليا في الخارج النهاردة، وكمان بمناسبة فوز مصر بمقعد غير دائم لمدة عامين في مجلس الأمن. أبرز ما قاله الرئيس النهاردة مطالبته للقوات المسلحة وللداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الانتخابات، ودعا الرئيس أيضا في كلمته جموع الشعب المصري للنزول للجان الاقتراع والمشاركة في الانتخابات. قال وركز الرئيس في كلمته على الشباب، وقال أنه بينتظر من شباب مصر أن هم يكونوا المحرك الرئيسي لهذه المرحلة. كمان اتكلم عن فتيات وسيدات مصر ودورهم، وأن هم المحرك الرئيسي كمان يعني الزوج والابن والأخ في النزول بكثافة للعملية الانتخابية. نتابع مع حضراتكم جزء من كلمة الرئيس النهاردة. ونحن على أعتاب البدء في تنفيذ الاستحقاق الأخير من استحقاقات خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية. إنني أؤكد على أهمية هذا الاستحقاق الذي سينتج لنا مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية والدور الرقابي وصوت الشعب. ترتكز أهمية انتخاب مجلس النواب القادم على اعتبارين أساسيين، أحدهما اطلاعه في سن كافة التشريعات والقوانين المكملة للدستور والتي نطمح أن تأتي متسقة مع الغايات والأهداف التي وضع من أجلها. والثاني، سيكون هذا المجلس أمام العالم انعكاسا لإرادة المصريين القوية، ويمثل ضمير هذه الأمة ونبض أبنائها وحسن آمالها وتطلعاتها. وانطلاقا من هذا، فإنني وبشكل واضح أدعو جميع المصريين للنزول إلى لجان الاقتراع والاحتشاد بقوة مرة أخرى لتنفيذ استحقاقنا الأخير الذي توافقنا عليه. أدعوكم جميعا رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، فلاحين وعمالا من كافة ربوع الوطن، احتشدوا من أجل الوطن واحتفلوا باختيار ممثليكم واحسنوا اختياره. احتشدوا من أجل شهيد قدم روحه، من أجل وطن يليق بنا، ومن أجل طفل ينتظر منا أن نصنع له مستقبلا واعدا. اصطفوا أمام لجان الانتخابات وازرعوا بأصواتكم الأمل في غد مشرق لمصرنا الجديدة الواعدة بكم. أدعوكم إلى استشعار ما يحيق ببلدنا من تحديات ومخاطر تستهدف تقويض ما حققناه سويا وما نأمل في تحقيقه من أجل مستقبل أبنائنا. وإنني أدعو شباب مصر أن يكون في طليعة يوم الاقتراع، فشبابنا بحماسه وأخلاقه قادر على أن يحسم الأمر لصالح الوطن. أنتظر من شباب مصر أن يكون هو المحرك الأساسي لهذا العرس الديمقراطي. كما أدعو المرأة المصرية أيقونة العمل الوطني ورمز التضحية من أجل الوطن، أدعو الأم والزوجة والأخت والابنة، وبحق كل امرأة مصرية قدمت الأب والابن والأخ والزوج شهيدا من أجل الوطن. أدعوكن للاصطفاف والنزول للتصويت ورسم لوحة وطنية تليق بالأسرة الوطنية المصرية. أدعو المصريين في الخارج، سفراءنا الوطنيين، أن يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع ويبرزوا العالم كله شكل مصر الجديدة وإصرار شعبها على ممارسة الديمقراطية، فأنتم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الشعب العظيم. أهيب برجال القوات المسلحة وأجهزة وزارة الداخلية باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر من أجل توفير أجواء آمنة ومستقرة للعملية الانتخابية. شعب مصر العظيم، إن الوطن ينتظر منا جميعا الكثير، ولن تتحقق إرادتنا إلا بنا، ولن نصل إلى غايتنا إلا بالعمل والاجتهاد والتجرد والإخلاص.
وخلال أيام نجدد سويا العهد بأن نعمل من أجل الوطن، ويقوم كل منا بدوره ويتحمل مسؤوليته لتبقى مصر دائما عزيزة أبية. ونستكمل سويا بناء مؤسسات الدولة وإرساء قواعد الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.